الحدث الرسمي بالهيئة العامة للزكاة والدخل حمود الحربي. حياك الله معنا سيد حمود. في البداية حدثنا عن تطبيق هذه اللائحة، الفروقات اللي تمت، ماذا تستهدف الهيئة اليوم من هذه اللائحة؟ السلام عليكم، مساء الخير لك وللمشاهدين ولضيوفك، ونشكر القناة على الاستضافة. طبعا الهدف من هذه اللائحة أولا هي محاولة القضاء على آفة من أكثر الآفات التي تواجه الإدارة الضريبية، وهي التهرب. التهرب كما هو معروف هو سلوك غير قانوني يهدف إلى إخفاء أو عدم سداد الزكاة أو الضريبة المستحقة، سواء كليا أو جزئيا. أيضا ماذا بالنسبة عن آلية العقوبات على المتهرب عن دفع الزكاة كليا أو جزئيا، خصوصا في القيمة المضافة والسلع الانتقائية؟ الأنظمة الضريبية نصت على غرامات بالنسبة لضريبة القيمة المضافة، غرامة تصل إلى 3 أضعاف السلعة والخدمة التي تم التهرب فيها، وكذلك الضريبة الانتقائية تصل كذلك غرامة مغلظة إلى 3 أضعاف قيمة السلع والخدمات الغير مصرع عنها أو اللي تم التهرب منها. وكذلك هناك ضريبة الدخل كنظام نص على غرامة تصل إلى 25% من الضريبة المستحقة السداد أو الضريبة المتهرب من سدادها. نعم، محمود الحربي المتحدث الرسمي بالهيئة العامة للزكاة والدخل، شكرا لك.